أنا عارف إن الحكاية دي مش هتتم، أصل النهاية دي بتبان من الأول. يا باشا دي كانت رغبتها. بص يا يوسف، أنا مش مهتم أوي إنك تبقى جوز بنتي، عادي يعني. نخلص العملية بتاعتنا وبعدين نبقى نشوف. خلص يا باشا، الموضوع خلص خلاص. لا ما خلص، ده بالنسبة لك أنت. لازم أسأل رودي في الأول. قلت لك قبل كده أهم حاجة عندي في الدنيا إن رودي ما تزعلش. لا اطمن يا باشا، وما اظنش ان الهانم متضايقه. وعموما حضرتك شوف اللي انت عايز تشوفه. عن اذنك. بجد يا عم سليم انا مش قادره اقول لك زيارتك دي مفرحاني قد ايه. انت اللي ما تعرفيش انا فرحان بيكي ومبسوط قد ايه. فرحتي بيكي ما تتوصفش. انت ابوكي بصحيح يا بنتي يا ياسمين. نورت المجموعه يا عم مهدي. المجموعه منوره بيك يا ست الكل. انا مش عارفه ليه يا عمي حضرتك صممت ما تقعدش على المكتب. يا ستي انا مبسوط كده، وبعدين انا اللي يهمني قعدتك انت على المكتب مش قعدت انا. انا يا ياسمين مكاني وراكو مش قدامكو، وتبقى عينيا محوطاكوا كده وحامياكم من اي شر. والله يا عمي انا مجرد بس ما بفكر ان اسم حضرتك موجود في الدنيا دي انا بطمن. ربنا يخليك لينا يا رب. ربنا يخليك انت يا حبيبتي. اسمعي يا ياسمين، انا عايزك تفضلي مكمله مهما كانت الصعوبات، واي حاجه تحتاجيها في اي وقت تتكلميني فورا. على فكرة عمك مهدي متربي معانا أنا وأبوك الله يرحمه. أنا متربي من خيركم يا سليم بيه. أنا من كتر عشرتي معاكم الناس كلها بقت مفكرة إني واحد من العطارين. طب ما هو أنت واحد مننا فعلا يا مهدي. ده شرف كبير ليا يا سليم بيه وعلى راسي من فوق. عمك مهدي ده بقى يعرف القرد مخبي ابنه فين. الإيه؟ ما تشغليش بالك، أنا قصدي يعني إنه هينفعك لو احتجتيه في أي حاجة بره المجموعة أو جوه المجموعة كلميه فورا. وأنا تحت أمرك وخدامك ياسمين هانم. العفو يا عم مهدي ما تقولش كده. طيب استناني بره شوية يا مهدي. تحت أمرك سليم بيه، وزي ما قالك سليم بيه أي حاجة في أي وقت اطلبيني هتلاقيني. بالإذن. مع السلامة يا عم مهدي. نتكلم بقى في الكلام المهم. أكيد كل اللي كتب الكتب دي ما حسوش باللي أنا فيه، عشان كده كلامهم ونظرياتهم ما يقدروش يطفوا النار اللي جواي. كله كدب، ناس بتاكل عيش وخلاص، محدش فيهم داق طعم الوجع بجد ولا عارف يكتب عنه كلمة واحدة. آه يا فيروز، آه يا بنتي، لسه قلبي مش مرتاح، ناري لسه ما بردتش. يمكن لاني عارف ان اللي قتلتهم ما كانش ليهم ذنب في موتها، كان ذنبنا. دايما حاسس ان انا اللي قتلتها. هي فيروز بجد ماتت بسببي انا؟ آه. الدنيا لما بتحوجك بتحرمك من كل حاجة مرة واحدة، وأنا في لحظة واحدة الدنيا حرمتني من روحي. شكلكوا في حاجة عاوزين تقولوها لي ومش عارفين تبدأوا إزاي. أنا عمي سليم جالي المصنع. وجالي انا كمان الشركه، وانا كمان جالي النادي.
والله في الخير، بس دي كانت مجرد زيارة عادية ولا في سبب؟ يبقى في سبب، ممكن أعرفه؟ مامي عمي سليم كان عايز يبارك لي على الشغل، وكان عايز يطمن برضو الشغل ماشي ازاي. على فكرة هو جاب لي عم مهدي وقال لي لو احتاجت أي حاجة في الشغل هيساعدني فيها. مش ده اللي أنا بسأل عليه. عم سليم عايز نصفي اللي ما بيني وما بين يحيى. تمام، وإيه كمان؟ عم سليم ما غلطش، ما طلبش حاجة وحشة، وبعدين إحنا أخوات في الأول وفي الآخر. بقيتي بتتكلمي زيه بالظبط. هو مش يحيى ده اللي في يوم من الأيام فكر يقعد على كرسي أبوك من غير ما يحترم أي حد؟ يا مامي طب ما حازم كمان غلط، بعدين الحمد لله إن ربنا سترها وجات على قد كده، إحنا في النهاية برضو أخوات. أنتوا عارفين طبعاً إن يحيى دلوقتي بيشتغل مع سليم. وعم سليم كان شغال مع مين في البداية؟ وعم شريف وزكريا كانوا بيشتغلوا إيه؟ قصدك إيه؟ ما أقصدش حاجة مو، أنا بس كنت عايز أقول اللي إحنا ما حسناش ناحيتهم بأي حاجة وحشة. هو مش يحيى ده برضو اللي غصبك تكتبي كتابك على علي؟ وإحنا مالنا بس ومال شغله يا ماما؟ إحنا كل الموضوع إن إحنا عايزين نود بعض بس، محتاجين نحس إن إحنا عزوة. وإنتوا دلوقتي مش حاسين إنكوا عزوة؟ طيب اعملوا اللي إنتوا عايزينه براحتكم، بس بعيد عني وعن بيتي. اي فلوس تحتاجها يا حسن تحت رجليك، وقصر ابوك مفتوح، لو عايز ترجع تقعد فيه محدش هيمنعك. عمي انا جيت لحضرتك هنا عشان مش عايز اروح القصر تاني، وبعدين عايز اطلب من حضرتك طلب تاني. الفلوس اللي هاخدها ديت يا ريت تبقى من فلوس ابويا. أبوك ما سابش فلوس يا حسن، أبوك ساب تركة اسمها العيلة نعيش فيها كلنا وناخد منها كلنا. وبعدين فيها حسن لما تاخد فلوس من عمك ليه بتعمل فرق؟ ما طول عمر العطارين فلوسهم واحد. الكلام ده كنا بنسمعه زمان واحنا في الدار لما كنت انت معانا هناك، لكن مع الوقت كله بيتغير. وبعدين أنا مش عايز يبقى ليا دين عند حد، ومش عايز كمان أكتر من حقي. لو هنتكلم عن الحق مش هتاخد حاجة خالص، بس أنا مش عايز أدقق معاك في الكلام عشان عارف إنك مشحون كفاية. الفلوس يحيى جايبها وجاي في الطريق، وأنا برضو بيتي مفتوح لك في أي وقت. شكرا عمي. العفو يا ابني. أنا اتفقت خلاص، البضاعة هتوصل لحد الحدود الجنوبية وأنت هتستلمها هناك من النوبة، وهيكون معاك موسى ورجالته. مش الاتفاق مع نوح إن البضاعة هتيجي مفروحة؟ ده بالنسبة له هو، إنما اللي هيوصل الشحنة لحد النوبة لحد تاني خالص. التاني خالص؟ يعني إيه؟ يعني أنا خلاص مش هأمن لأي حد تاني، أنا وأنت بس اللي هنبقى عارفين البضاعة داخلة من النوبة مش من مطروح. طب الترتيبات اللي معموله في مطروح عاملينها ليه ما دام البضاعه من جايه من هناك؟ ايه هارون، مين قال ان مفيش بضاعه جايه من مطروح؟ في طبعا. فهمني. هفهمك. ما قلتليش يا حسن ناوي على ايه بخصوص اخواتك اللي اتطردوا من الدار؟ دار ايه بقى يا عمي؟ خلاص دار ما بقلناش ايد فيها. بعدين حدوتة الدار ديت كانت في اولها حلوه، وفي الاخر قلبت حزينه. طب والرجاله؟ واسم العطارين وسط الناس؟ يا ريت بقى اللي تهمه الحاجات دي كلها يروح يرجعها. وانت يا عزيز؟ انا الكلمه اللي حسن يقولها سيف على رقبتي، هو اكتر واحد اضرب مصلحته. أمال ليه يا عزيز لما حصل هجوم على الدار كلمتني وقلت لي الحقنا يا عم سليم؟ ده عشان كان حسن مش موجود بس، وعشان المفروض إن إحنا تحت حمايتكم،
ومعلش يعني يا عمي لما اخواتنا لجأوا لكم وقالوا لكم الحقونا انتوا عملتوا ايه؟ ولا حاجة، بالعكس سبتوهم اتشردوا من غير حتى أكل ولا شرب وخلاص. يا خسارة يا أبو علي، أول مرة أشوفك ضعيف بالشكل ده. ضعيف عشان أنتوا ما سبتوليش أي حاجة تانية، خليتوني عايش في أسوأ وبس. أنا الوحيد اللي كنت عايش في الدار يتيم وأبويا وأمي عايشين. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. أبو علي، أنت مش أنا عليك تبص في وشي حتى ولا إيه؟ أنت حتى بقول مسامح كريم يا أخي. أنا لا مسامح ولا كريم. أنا حسن العطار اللي أنت تعرفه كويس يا يحيى. خلي بالك أبو علي، لسه عامل حساب إن أنت أخويا. ما تخلينيش أعاملك معاملتك. عارف يا ابني أنت ليه حظك وحش؟ إنك لما ضربتني بالنار ما متش. وده اللي وجع لك كرامتك أوي. إن أنا مش قادر أسامحك. ما تستنى يا حسن، استنى يا ابني واستهدى بالله كده، خلينا نعرف نتكلم. يحيى اخوك برضه. لا يا عم انا ماليش اخوات، انا اخواتي هم اللي عايش معاهم في الدار وبس، غير كده لا. وعلى فكره ابويا الله يرحمه لما مات كان سايب امانه وخلاني وصي عليها انا وعزيز، غريب بقى تلحقوها قبل ما موسى هو اللي يلحقها. وانت ناوي تسيب الامانه يا حسن؟ ما خلاص ما بقتش فارقه اي حاجه. امانه؟ امانه ايه؟ لما تروحوا هناك هتعرفوا. الو؟ ايوه يا دكتوره، انا عيد. ازيك يا عم عيد، عامل ايه؟ ازيك وازاي اخبارك؟ يا رب صحتك تكون تمام. انا بخير يا ست البنات. المهم الاستراحه بتاعتك اتشبت فيها النار واتحرقت كلها. انت بتقول ايه يا عم عيد؟ يعني ازاي الكلام ده حصل؟ معرفش والله يا دكتوره، انا لقيت النار بتشب منها، جريت انا والرجاله وقعدنا نطفي فيها بس ما بقاش فيها اي حاجه، النار قضت عليها كلها. ربنا يعوض عليك يا دكتوره. أنا عارف إنك ما بتخرجش من الدار، بس أنا كان صعب إن أنا أجيلك، وصعب برضو إن أي حد يشوف التحركات اللي هتحصل في الدار. ولا يهمك سيف بيه، طالما مصلحة خلاص كلنا خدامين وأكل عيشنا. بس يعني ايه موضوع التحركات دي؟ في بضاعة هتيجي من الحدود الجنوبية، الناس هتوصلها لغاية الحدود وانت وهارون هتستلموها وتنقلوها للطريق الشرقي، المفروض الرجالة بتاعتك بتأمنوا. ايوه يا سيف بيه، بس يعني احنا اتفقنا كان ان احنا نأمن الطريق الشرقي، لكن موضوع ان احنا ننقل البضاعة دي ده موضوع جديد ويحتاج لمؤاخذة، يعني اتفاق جديد. يا موسى يا عليك، دايما باصص تحت رجليك، بتحب الفلوس وبس، الورق ملوش أي قيمة. بص على السكة الجديدة اللي أنا بفتحها لك، هعمل منك تاجر، تاجر كبير قوي، مش مجرد أجري، عنده رجالة بيشغلها. لا يا سيف بيه ما تاخذنيش، أنا مش أجري، موسى الجلاد بيعرف يخلص اللي انت نفسك ما تعرفش تخلصه. طبعا، بس أنا عايزك تصرف نظر عن الشغلانة دي وتفكر في الشغل الأكبر، هيرفعك لفوق، فوق قوي. ماشي، بس برضك يلزمنا اتفاق جديد. ماشي يا موسى، نعمل اتفاق جديد. التوسعات اللي احنا عايزين نعملها يا عم مهدي هتحتاج عدد موظفين اكبر، وانا عايز اسيب لك بقى المهمه دي لان موضوع التعيينات الجديده دي حاجه مرهقه قوي بصراحه. طب واحنا بس ليه ندور على موظفين جداد عشان نعينهم يا استاذ؟
ما هو اللي هيفهم في الشغل ده وهيبقى قلبه على المجموعة بجد هما الموظفين بتوعها، الموظفين القدام يعني اللي كانوا موجودين في مجموعة العطارين القديمة. والله يا ريت طبعا، بس دول هنلاقيهم فين؟ نلاقيهم فين يعني ايه؟ أنا أساسا اللي معينهم كلهم بنفسي. بجد؟ اه بجد. يعني أعتمد عليك في الموضوع ده؟ أعتمد على الله يا أستاذ، أعتبريهم عندك من دلوقتي، بعدين ما تقلقيش، ده أنا الحاج مهدي. ماشي يا حاج مهدي. أنت عايزة إيه من جوزي؟ وبتطرديه ليه؟ بطرده؟ أنت فاهمة غلط يا هانم. تحاوليش تنكري، أنا قريت الرسايل وفهمت كل حاجة. فهمتي، بس برضو فهمتي غلط، علشان ما قريتيش غير الرسايل وبس. الموضوع أكبر من كده بكتير. أكبر من كده وبكتير؟ أنت تقصدي إيه؟ أنا شايفة تروحي تسأليه هو الأول وتحلوا مشاكلكوا سوا، وما تحاوليش تهدديني بالشوشرة، علشان مش في مصلحتنا كلنا، لنا ولا أنتي ولا هو. أنت عايزة إيه؟ أنتي اللي جاية لغاية هنا برجليك يا هانم، والمفروض أنا اللي أسألك السؤال ده. أنتي عاوزة إيه يا مريم هانم؟ أنا مش عارفة عجبه فيك إيه. ممكن تسأليه هو برضو السؤال ده. نورت يا مريم هانم. تفضلي تعيطي كده كتير؟ انت ما كنتيش حاجة من الصبح. كفاية حزن يا حنة. أوعدك إني هبني لك واحد تاني. أنا عارف إن أنا السبب في اللي حصل ده، بس والله ما كانش قصدي. أنا عمري حنة ما تخيلت إن ممكن حاجة وحشة تحصل لك وأكون أنا السبب فيها. ضحك عليا. مش أنت كنت عايز تعرفي الحقيقة؟ الحقيقة إن أنا شخص سيء، مجرم، تاجر سلاح. بس والله العظيم يا حنة من ساعة ما عرفتك وأنا اتغيرت، كنت عايز أبدأ بيكي صفحة جديدة مع الدنيا. بس ظهر بقى إن هي مش راضية. حنة أنا اتظلمت كتير قوي في حياتي، وعمر ما حد طبطب عليا غيري. مين اللي عمل كده يا أمير؟ مين اللي حرق لي المزرعة بتاعتي؟ مين اللي حرق لي أكتر مكان بحبه في حياتي؟ اللي عمل كده حد كبير قوي، وأنا ما وعدتكيش إن أنا هقدر عليه، بس أوعدك إن أنا من دلوقتي هقفل وهجيب لك حقك. مش هوريكي وشي تاني يا حنة غير لما أجيب لك حقك، حتى لو كان آخر يوم في عمري. امشي يا أمير وسيبني، ابعد عني وخليني في حالي. اديني وفيت بوعدي هدى احسن تقولي ان انا برجع في كلامي. وبالمره صالح. ده من امتى الحب والدلال ده كله؟ من يوم ما عرفت ان انا ما اقدرش اعيش من غيرك. ربنا يخليكي ليا. بس قوليلي ايه الحلاوه دي؟ عجبتك العمده؟ ايه ده ايه ده؟ اهدي بقى شويه، احنا نرجع نتكلم صعيدي تاني ولا ايه؟ عمده مين؟ قولي برنسيسة ست الهوانم الله يسامحها مرات ابويا. بقول لك يا عمار، هو صحيح عم سليم متجوز واحدة اسمها داليا؟ داليا؟ أنا معرفش حاجة عن الموضوع ده. أنت جبت الكلام ده منين؟ تفتكر من مين يعني؟ بس يا عمر أنا مش هسألك تعرف حاجة عن الموضوع ده تاني ولا لأ، بس عايزك تتكلم مع عم سليم. طنط مريم بتحبه وصبرت معاه وعشانه كتير، كمان كفاية بقى، هو مش صغير.
سليم العطار ما بيوقفوش سن. ده قبل ما يطلع له ابنه ويتجوز ويكون قرب يجيله حفيد، يعني هيبقى جد. دي مش تصرفات كبار خالص. امال الصغيرين بيتصرفوا ازاي؟ بعدين يا عمار. الله، طب ما احنا بعدين اهو. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. ريهام الله يسهل لك يا عم. وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة رؤية. وانت طيب رسيه يا يحيى. أنا يمكن الفترة الأخيرة كان عندي شوية مشاكل في الشغل، بس بإذن الله كل حاجة تتغير للأحسن. المهم اللي جواك هو اللي ما يتغيرش، وده اللي أنا جاي علشان أطمن عليه. بص يا يوسف، إذا كان في نصيب وربنا أراد إن أنت وشهد تتجوزوا، أنا عايزك تحافظ عليها وتشيلها جوه عينيك. شهد مش هيبقى لها حد غيرك. أنت ليه بتقولي كده؟ وبعدين ربنا يخليك ليها انت وطارق بيه، انا عمري ما هبعد عنكم. المهم انت ما تبعدش عنها يوسف، شهد بتحبك. انا اللي جوايا شهد عمره ما هيتغير، شهد حب عمري. تمام، وانا من ناحيتي هحاول اكلم طارق مره تانية، وان شاء الله ربنا يعمل اللي فيه الخير. لا أرجوك يا مدام بسمة، بلاش تتكلمي تاني معايا. أنا بس عدي الفترة دي بسلام، ساعتها أنا عارف ومتأكد إن طارق عمره ما هيرفض. طيب. بقول لكم يعني محدش هياكل من التورتة دي غيري. إيه ده؟ إشمعنى يعني يا عمار؟ يعني وأنا هسيب حد ياكل من رايا غيري؟ آه. آه. ماشي يا عم، كل وتهنى. هباكل انا وريهام من الجاتوه. ايه بقولها صح ولا ايه؟ اه صح جدا. بجد والله؟ انا من اول ما صحيت من النوم وانا عمال احفظ في الكلمتين دي. طب ما تسمعنا بقى. بصي، جاتوه ساليزو والبتاع اللي هو اسمه باسون سالي. ايوه هو البتاع ده. ايوه. كلها حاجات بتوجع البطن بس قشطه يعني. كل سنه طيبه يا رؤيه، على فكره ده ذوق يحيى. انت طيبه يا حبيبتي، ربنا يخليكوا ليا وما يحرمني منكم ابدا. كل سنة وانت طيبة يا رؤية. كل سنة واحنا مع بعض يا حبيبي. عقبال 100 سنة واحنا مع بعض. يا رب يا حبيبي. طب أنا بقول نوم نروح احنا. يعني ايه يرجعوا؟ هو كلام عيال ولا ايه؟ ايه ده يا والي؟ اخواتنا معاهم حق. احنا حتى لو كنا عايزين نسيب عزيز وحسن ونمشي، كانش المفروض سيبناهم في وقت زي ده. كمان سيبناهم ورحنا لمين؟ رحنا لموسى يا والي. موسى؟ وانت جاي تفكر دلوقتي؟ ما انت كنت معايا في كل خطوه. عندك حق، انا عمري ما اقدر اسامح نفسي ابدا على اللي عملته. بس مش عيب ان اغلط وارجع لصوابي، دول مهما كانوا اخواتنا يا والي. فاهم يا والي؟ رجالة، اللي عايز يجي ورايا النوبة يجي معايا. يا عبيدة! 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 كنت عايز أتكلم معاك في موضوع كده أحسن. خير يا عم؟ هو انت صحيح ناوي تمشي وتسيب الدار؟ لو كنت بكدب عزيز كنت انت اول واحد هتعرف. انا عشان كده مستغرب وعمال اكدب في نفسي كمان. عزيز، احنا ياما تعبنا عشان الدار دي، في الاخر خدنا منها ايه غير الموت والدم، وبعد كده اتاخدت مننا بالغدر. بس مش معنى كده ان احنا نسيبها يا حسن. الشيخ سلامه ما ربناش على كده. الشيخ سلامه قال لنا ندافع عنها، ما نسيبهاش ابدا. ولا نسيت؟ تفتكر لو كان عايش دلوقتي كان هيبقى هو ده رايه؟ خلاص يا عزيز، الدار ما بقتش دارنا، ما تنفعناش. بس انا ما اعرفش ارض غيرها حسن. عشان ما جربتش تعيش في حته تانيه. صدقني، بص، الدار بقت عامله زي الارض البور، وانا محتاج ارض صالحه اعيش فيها واربي عيالي. تفتكر انا اقدر يا حسن؟
مستحيل. وليه لا؟ المستحيل يا عزيز هو اللي ربنا ما كتبهوش لينا. هنقدر ان شاء الله هنقدر. مريم مالك يا حبيبتي؟ سليم طلقني. احنا مصطفى اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وانا فهمت كل حاجه. بقول لك طلقني يا سليم وكفايه لحد كده. ما تعقلي يا مريم، كفايه ايه؟ كفايه كده. انا رحت لها بنفسي وواجهتها وهي ما انكرتش. رحت لمين وواجهت مين؟ صدقتك لاني كنت خايفه اكدبك. صدقتك لاني من جوايا كنت واثقه انك بتخوني. رحت لها وكان نفسي ربنا يكدب ظني. داليا قالت لي اللي كنت متاكده انها هتقوله من قبل ما اروح. طلقني يا سليم. صدقيني يا مريم انا بحبك انتي. نصير الايام تثبت لك ان انا عمري ما حبيت غيرك. بعدين يا حبيبتي كل حاجه ممكن تتصلح. انا عندي استعداد اقطع علاقتي بالناس كلها عشانك. انا مش عايز غيرك. يا جبروتك وكمان جاي لحد هنا؟ فكرت اشيع لك بس كنت متوكد انك ما انتش جاي. خير؟ لو جاي طلب الصلح يبقى رايح روحك. رجع على دمك شوية يا مسعد. أنا جاي عايز أثبت لك إن أنت غلطان. وأنا مش صاحبة الدم. صاحب الدم هو اللي طايح في البلد يعصي أهلها على كبراتها. وإن لزم الأمر بيقتلهم. إياك جاي تقولي لي متلتم. إيه؟ ما سمعتش عنه؟ سمعت. بس جات لعمي وفيق. انت الوحيده اللي لك مصلحه فيه. وانا ما نسيتش تهديدك يوم ما جيناه قبل ما يموت بيوم. انا ماليش مصلحه في موت عمك. وان كان اللي يرضيك ان اجيب لك المتلتم لحد هنا عشان تتوكل بنفسك موافقه هعملها. اها مني انا في الشغل اللي فيه في اللي بيعمله فيه وانت تاخد بطار عمك. وده يحصل ازاي؟ متولي خدامك يا جناب العمد. أنا اتفقت مع متولي إن نشيع في البلد إني أحط يدي على مخازن التومين بتاعته. وطبعاً المتلتم مش هيسكت. فيجي المتلتم ويهجم على المخازن ويسرقها عشان يوزعها على الفلاحين. عفارم عليك وهيلاقينا هناك. ماشي يا عمدة. وأنا هخليني وراكي لغاية الآخر. وعلى رأي المثل قالوا الجمل طلع النخلة. أدي الجمل وأدي النخلة. أنت قلت لي لقيت الورق ده فين؟ عند عمتي. ما سعادتك عارفة إن أبويا الله يرحمه كان بيشتغل مع زينبي الله يرحمه. فعلا كان مخلص جدا للعيلة. زين كمان كان بيحبه قوي الله يرحمهم. بس هو الورق ده ازاي وصل لايد عمتك خصوصا ان ده مش اصل دي صور؟ لا ما هي الاصول عندي وفي الحفظ والصنع. انا اول ما لقيت في الورق اسم ادهم زين العطار قلت يبقى اكيد الورق ده يهمكم. قلت اجيبه يمكن اخد الحلاوه. تمام. انت تعرف مين ادهم زين العطار؟ لا انا جبت الورق زي ما لقيته بالظبط.
عمتك تعرفه؟ عمتي دي ست غلبانة، وطالما الورق ده معاها يبقى أكيد أمانة من أبويا الله يرحمه، وهي لا بتعرف لا تقرأ ولا تكتب. يبقى الورق ده ملوش لازمة، أنت ممكن تاخده وتفضل مع ألف سلامة. ملوش لازمة إزاي يا هنا؟ الورق مكتوب فيه أدهم زين العطار، وأكيد أدهم لا زكريا ولا صالح بي الله يرحمهم، ولا يحيى ولا حسن ولا الباشا الصغير. ولا سعادتك ما يهمكيش تعرفي مين هو أدهم العطار؟ ده أنت مذاكر وحافظ كويس قوي هو قبل ما تيجي. قلتلي اسمك إيه؟ خدامك رجب. بص يا رجب، أنا عايزة أقابل عمتك. لو طلعت عارفة إيه حكاية أدهم زين العطار وإيه الورق ده وإيه حكاية الأصول، هديك اللي أنت عايزه. لا، أكتر بكتير من اللي أنت عايزه. طلعت ما تعرفش مين أدهم ولا إيه الحكاية، يبقى الورق ده